انا كنت عامل حساب وحصل حصل وعسل. هات صبارة وادفني يا ببلاوي. الصبارة الحلوة دي هنعمل بيها عدد لا نهائي من الماسكات لان انا مش عداها. هلوس، قبل ما استعمل الصبار لازم اجيب الفرع اللي قصيته احطه في كوباية فيها قطن او منديل وتسيبيها ليلة كاملة لان في حاجات صفرة كده بتنزل منه. عايزة اوريكي بس ايه مخاطر ان انتي تحطيه على وشك قبل ما تصفريه. ريحة معفنة، وشايفة المنظر؟ الالوفيرا غني جدا بالفيتامينات زي A و C و E و B12، وبالتالي هيبقى فيه مميزات كتير جدا زي ان هو بيزود من انتاج الكولاجين في الوش، مضاد التهاب رهيب، وبالتالي هيقلل من الانتفاخات من الجروح. ده غير ان انت لو عندك انفكشن من بكتيريا او فانجل مسببة لك حبوب كتير او التهاب هيعالجها بشكل كبير. زائد ان هو بيقلل من وقت معالجة الحروق اللي من الدرجة الاولى ومن الدرجة التانية. ده غير ان هو فيه انتي اوكسيدنت فهيقلل من الخطوط او علامات تقدم السن وهيدي درجة من التفتيح. بيخلي الوش مرن بشكل كبير، بيرطب الوش وبيخليها انعم وبيديها نضارة اكتر، وبيقلل من البقع الناتجة عن الحبوب، وبرضو بيقلل من الاجزمة. بعد لحظات الغواصة دي هنمشي لوحدي عشان انا بكره احساس البرابير ده. المهم انا غسلت وشي ونشفته، اهم خطوة دي. واول طريقة معانا الميلك. ناخد حتة بتاع ده ونفتتها كده بسيطة يعني. طبعا انا مش هستخدم الخلاط بتاع امي عشان لو استخدمته هتدي ورايا في الشقة. هلم بقى الشعرتين. هوبا. ميزة اللبن ان هو فيه فيتامين زي فيتامين A و D و B12 ونيوتريانز زي البروتين والكالسيوم، ودول هيخلي الوش مترطب وناعم جدا، وبالتالي هيعالجوا مشكلة الجفاف والحكة. زائد ان هو فيه لاكتيك اسيد فبالتالي بينقي الوش جدا وبيشيل اي قرف موجود في المسائل، وبالتالي هتلاقي الحبوب اختفت ووش تبيض شوية كده. بحس ان انا بمخر. ده نسيبه من 10 15 دقيقة. غسلنا وشنا ويلا نخش على الطريقة التانية. مية ورد. النوع ده من انضف واحلى وانقى انواع الميه اللي انا استخدمتها لوشي في حياتي كلها، عشان هي ميه مقطره. حط بقى حبه حلوين كمان. هوبا، قلب قلب قلب. وده مش هينفع تمشيه على وشك من غير فرشه. اهم ميزه في ميه الورد ان هو مضاد للاكسده، بمعنى ان هو هيحمي الجلد من انه يحصل له اي بهدله او دامج من اي حاجه، سواء من الشمس او من الاتربه او القرف اللي موجود في الجو. زائد ان هو مضاد التهاب ممتاز لو عندك احمرار او وشك لمؤاخذه هيجان، يعني اللي هو متهيج بسبب حساسيه بقى لسه عامله وشك. ميه الورد هتقلل جدا جدا من كل الكلام ده. وين الازرق اللي بتاع ده؟ ده تلاقيه من نص النيله الزرقاء اللي كنت عاملاه في الفيديو اللي فات. لو انت عندك حساسيه من ميه الورد الافضل ما تستخدميهاش. هنستنى بقى 10 دقايق وهنشيله. قشطه. اي ماسك بنحطه على وشنا لا يقل عن 10 دقائق ولا يزيد عن 15 دقيقه. ماشي. انا حاسه ان انا محتاجه اغير الفرشه، وبرده اعرفكم ان انا معايا فرشه تانية عادي جدا وطبق تاني برده عادي جدا. حط اللزلوزه بتاعتنا. القهوه. عارفه ان بعض الناس بتستخدم في الماسكات بتاعتها كركم ونيشا. انا بصراحه ولا بحب ده ولا بحب ده، مش مناسبين ليا، واخده عنهم فكره وحشه خالص، جاب لي حساسيه. بس ايه ده بقى؟ ان شاء الله. عايز افهم ايه ده اللي انا كده في النهارده ليه على القهوه وطلياتي؟ عايزه بوزير البيجامه. القهوه بتعمل اكسفوليشن بسيط للوش، يعني بتشيل الجلد الميت وبالتالي هتدي درجه من التفتيح. زائد ان هو مضاد للاكسده وبيقلل جدا من السيلوليت اللي ممكن يبقى موجود في الوش، يعني هيبقى انتي ايجن، يعني هيقلل اي احمرار اي خطوط اي اكنيز كل حاجه. ده غير طبعا ان هو بيحمي من سرطان الجلد فهو ممتاز. الله. نسيبه زي اخواته ونشوف الحوار. جل الصبارة عادي هتلاقيه نشف معاكي في خلال العشر دقايق ربع ساعة دول، وممكن وانتي بتغسليه تلاقيه صعب ان هو يطلع من وشك. ده عادي جدا، بس بيطلع عادي. اه طلع اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ العسل. ودي اكتر حاجة انا بموت فيها. حط سقطة. قلب قلب لخبط لخبط قلب قلب لخبط لخبط. وي فوائد العسل، خد عندك بقى: انتي مايكروبيال، انتي باكتيريال، انتي انفلاماتوري، مضاد لاي حاجه تقابلك، وبالتالي مع الوقت هيعالج الاكزيما، هينقي الوش لو في حبوب، كل ده هيعالجه. ده غير انه هيرطب وهيعالج ويجدد الخلايا، وبالتالي هيعالج الحروق الناتجه عن الشمس او لو عندك تعاوير، وهيقلل علامات تقدم العمر. العسل بيرفكت بصراحه. يخرب بيت الطريق. انا دلوقتي مش عارفه بس البحث.
شوف انا عامله كام ماسك في خلقتي، بشوف غسلت وشي كام مره، كل العيون المرات ده كان فيه جلخ في اول الفيديو. انا كنت عامله حساب وحصل حصل وعسل جدا. المهم اللي عليه الدور النيله الزرقاء، ودي بقى هناخد منها، عارفه المعلقه الصغننه دي هتاخدي اقل من ربعها تنتوفه كده، هو ده اللي انت محتاجاه. تعبينك معانا يا غاليه، حاطين فيكي الالوان كلها. دي سهله انديكيت دي، عشان ايه ما تحطيهاش تحت عينيكي يخرب بيتك. اهم ميزه في النيله هي التفتيح ثم الترطيب ثم ان هو مضاد للتجاعيد، وطبعا ده مع الاستخدام المستمر. انا مش هجازف واحط على رقبتي عشان اخاف على البلوزه، عايزين نكمل بقى لاخر الفيديو. بويا زرقاء. لا لا وشي ما زرقش. يحط عليك كده. احنا خلصنا، اعملي بقى الروتين بتاعك عادي جدا. في اختيارات تانية كتير هتكون مناسبة ليكي برضو، زي عصير الخيار، زي ان انت تستخدمي انك تعملي شيفين لوشك برضو، ده هيكون بيرفكت جدا. ولو انت عندك ماسكات زي دي مش هيقول لا خالص. قشطة باي.